ديالو اكيد على الفارق ديال النقاط اللي كيفصلوا على فريق الرجاء البيضاوي فيما المغرب التطواني. اكيد بانه حنا كنتابعوا الهدف ديال يوسف انوار اللي كان بعد عمل جميل والتمريره من اللاعب يونس بن الاخضر قديوي يحضر الكره امام يوسف انوار الذي كان حرا طليقا كيهز شباك الحارس عزيز الكناني. اذا غنترقبوا الجوله الثانيه، فريق المغرب التطواني مطالب بتعديل الكفه وتحقيق نتيجه ايجابيه، خصوصا بانه كذلك يعني من الطموحات ديالو هو لانه يحقق رتبه مؤهله لاستحقاقات القاريه، خصوصا الحضور يعني جماهير اللي حضرت من مدينه تطوان لمسانده الفريق. صحيح بان هناك غيابات وازنه كغياب زيد كروج الملحاوي عبد العظيم خضروف سنهاجي، كلها غيابات اكيد بانهم الغيابات الوازنه، ولكن يعني فريق المغرب التطواني عنده من اللاعبين عنده من الامكانيات البشريه انه يحقق نتيجه ايجابيه اليوم في مباراه قويه امام الجيش الملكي. اذا ثواني غتعطى الانطلاقات ديال الجوله الثانيه، يعني كيظهر بانه ما كاينش هناك تغييرات على مستوى التركيبه البشريه ديال الفريقين سواء فريق الجيش الملكي او فريق المغرب التطواني. فريق الجيش الملكي اللي غادي يحاول خلال الجوله الثانيه انه يبحث عن هدف اخر لتامين النتيجه. المغرب التطواني امامه 45 دقيقه، هل يتمكن من العوده في نتيجه المواجهه؟ اول محاوله كره طويله عند وسام البركه ولكن اقرب للاعب مصطفى المراني عبد الرحيم شاكير، كرة طويلة ولكن هناك تسلل على مصطفى العلاوي. دائما الاعتماد على الكرات الطويلة في اتجاه مصطفى العلاوي ولكن كان متسللا. فريق المغرب التطواني اللي تمكن من تحقيق فوز مهم خلال الدورة الماضية امام فريق النادي المكناسي بهدفين لا شيء، هدف اللي كان ديال حسام الدين الصناجي وبلال مقري، جوج ديال الاهداف اللي كانت خلال الجوله الثانيه، وبالتالي الفريق تمكن انه يحقق انتصارين الان متتاليين امام حسنيه اكادير بهدفين لهدف واحد خلال الدوره 24 وامام نادي المكناسي بجوج صفر، واللي زاد من تعزيم وضعيه ديال فريق النادي المكناسي على مستوى اسفل الترتيب. كرة الآن طويلة في اتجاه وسام البركة ولكن استطعام قوي، كان تدخل ديال مصطفى المراني أمام وسام البركة، نتمنى ما يكونش هناك إصابة ديال وسام البركة. أكيد غنتابعوا الإعادة، يعني كانت كرة هوائية، لاحظوا التدخل ديال مصطفى المراني كان تدخل قوي باليد ديالو على أي يعني لاحظوا حتى وسام البركة يعني في حديث مع حكم المباراة على أي هناك ضربة خطأ لفائدة فريق المغرب التطواني. أبرون كيلعب الكرة، تمريرة طويلة في الجهة اليمنى لمحاولة ولكن الكرة كتمشي بعيد، كانت محاولة وصعود يوسف بوشتا أمامنا من اللاعبين يعني اللي شبان من مدرسة فريق المغرب التطواني. حنا كنتحدثوا على اللاعبين الشبان، نذكر بانه توقف يعني مشوار ديال المنتخب الوطني المغربي للفتيان لكرة القدم عند محطة نصف النهاية للنسخة العاشرة لبطولة افريقيا للامم اللي كتقام ببلادنا بين المركب الرياضي محمد الخامس والملعب الكبير بمراكش، عقب خسارة المنتخب الوطني المغربي في الدور نصف النهائي امام المنتخب الايفواري بهدفين لهدف واحد. صحيح بان المستوى بدا متباعدا بين المنتخبين لقوة المنتخب الايفواري، هنا اكيد غنتحدثوا على يعني التكوين ديال اللاعبين الافارقه، ولكن العناصر الوطنيه يعني اول ظهور لها في منافسات كاس امم افريقيا قدمت عرضا محترما خلال هذه الدوره، اذ كان المشوار يعني يتوقف عاده عند الاشواط الاقصائيه. العناصر الوطنيه اللي تشكلت من لاعبين اغلبهم من انديه اوروبيه هو ما يعني غياب التكوين والتكوين المستمر بالنسبه للانديه الوطنيه، غياب مراكز التكوين الفعليه وليس على الورق او جدران دون ان تدب الحياه اليوميه لمواهب تحتاج لتكوين فعلي لكره القدم.
خصوصا بانه كرة القدم اضحت علم قائمة الذات وليست فطرة نريدها ان تفرض ذاتها بالصدفة. نتمنى بان كل الاندية يعني تشتغل على هذه النقطة لانها مهمة ومهمة جدا، لانه الخلاف ما كيجي الا بتكوين ديال الصغار. كرة الان في وسط الميدان لفائدة فريق المغرب التطواني. انس المرابط عند بويزكر كيلعب الكرة الطويلة اتجاه اللاعب يوسف بوشتا. حكم كيعلن ضربة خطأ لفائدة فريق المغرب التطواني. اعتقد هناك انذار بالفعل. انذار غادي اعتقد يوسف انور. يوسف انور عنده اعتقد عنده انذار. يوسف انور اعتقد عنده انذار، والانذار الثاني ورقه حمراء. اذا يمكن نعتبر هذه نقطه تحول ديال المباراه. يوسف انور يعني انذار الثاني وبالتالي الطرد. انذار ثاني ليوسف انور. اعتقد بانه كان هناك يمكن ان نتابع الاعادات. كان هناك لمسه يد للحكم. بالفعل كان هناك لمسة يد للسوق الخاص لسمير الرشداني وكل الزملاء التقنيين والوحدة الرابعة. إذن يوسف أنور يغادر الملعب ويترك الجيش الملكي بعشرة لاعبين. عبد الرزاق خيري أكيد بأنه الآن بقراءات جديدة، قراءات تكتيكية لهذه المباراة. يعني بداية نقول بأنه كانت غير متوقعة لفريق الجيش الملكي. للآن غادي يعني سيكمل المباراة بعشرة لاعبين. ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. هل بإمكان الجيش الملكي بعشرة لاعبين الحفاظ على النتيجة ديال التقدم والتفوق خلال هذا اللقاء؟ أما المغرب التطواني سيكون له رأي آخر وبالتالي العودة في نتيجة هذه المباراة. نتمنى أن نتابعوا يعني دقائق مثيرة. كرة في وسط الميدان لفائدة فريق المغرب التطواني. إيكيدو كرجع الكرة. صراع كبير على مستوى وسط الميدان. الحكم كيعلن ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. روح رياضية كبيرة الآن بين اللاعبين. أعتقد أن هذه الصور اللي نبغوا دائما نتابعوها. كان تدخل قوي من عماد أسطيري في حق صلاح الدين السعيدي. صلاح الدين السعيدي يخلي الكرة لمصطفى المراني. مصطفى المراني كيلعب كرة طويلة عند العلاوي. هذه محاولة والحكم كيعلن ضربة خطأ ضد اللاعب مصطفى العلاوي. ضربة خطأ لفائدة فريق المغرب التطواني. كتلعب بسرعة. كرة في الجهة اليمنى. يوسف بوشتا عبرهون. حسن بويزكر كيلعب كرة عند نصير الميموني. أنس المرابط كرة طويلة. هذه محاولة فائدة فريق المغرب التطواني وتدخل التدخل ديال اللاعب يونس حمال. اعتقد لاعب وسام. كتخرج الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. اكيد انه كيوصلكم يعني كتوصلكم تشجيعات ديال جمهور فريق الجيش الملكي اللي اكيد انه بدا كيحس خصوصا بعد الخروج ديال يوسف انور يعني بالصعوبة ديال هذا اللقاء. يونس بالخضر كيلعب كرة طويلة. تدخل ديال بويزكر. صلاح الدين السعيدي لعب كرة مع مصطفى العلاوي وضربة خطأ. ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. يعني مصطفى العلاوي كيحاول انه يخرج من الرقابة الدفاعية. تابعوا كان تدخل ديال حسن بويزكر. مصطفى العلاوي القوة ديالو اكيد داخل مربع العمليات، ولكن يمكن الرقابة المفروضة على مصطفى العلاوي كتخلي انه يخرج من يعني الرقابة اللاصقة اللي فارضين عليه اللاعبين ديال الفريق المغرب التطواني. غنتابعوا ضربة خطأ وراء الكرة
محمد امين البقالي، البقالي في لعبه دائريه وتدخل عزيز الكيلاني اللي كيلعب الكره بسرعه في الجهه اليمنى. وسام البركه كتدخل ديال يونس بالخضر، ولكن الكره في الشرط، شرط افاده فريق الجيش الملكي. الحكم كيقول بان هناك شرط لافاده فريق الجيش الملكي. يتنفذ الشرط ياسين الكردي، ترجع عند مهدي الباسل، ابرون حسن بوزدكر، حسن بوزدكر كيرجع الكره لعزيز الكيلاني، كره في الجهه اليسرى، وشرط افاده فريق المغرب التطواني. اكيد غننتظروا يعني انه يكون هناك بعض التغييرات يعني على مستوى الان المواقع ديال اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي، خصوصا بعد خروج ديال يوسف انور، فهناك تقدم الان ديال يوسف القديوي الى جانب مصطفى العلاوي، فيما عزيز العامري اكيد بانه يبحث عن الحلول. كيكيدو بوزكار كيغير الاتجاه في الجهه اليمنى، يوسف بوشتا، مهدي الباسل، مهدي الباسل كيلعب الكره في وسط الميدان عند نصير الميموني، ان بناء هجومي لفائده فريق المغرب التطواني. الان المغرب التطواني يعني بناء هجومي من الدفاع نحو وسط الميدان، وسط الميدان اللي حتى الان يعني كيعرف تواجد يعني كبير ديال لاعبين ديال فريق الجيش الملكي. ياسين الكردي كيمرر، ولكن الكره في الشرط، شرط افاده فريق المغرب التطواني. فريق المغرب التطواني اللي خارج الميدان لعب 12 مواجهه ولكن لم يتمكن من تحقيق الا انتصارين، فيما مني بخمس هزائم وخمس تعادلات، سجل 13 هدف فيما دخلت مرمى 16 اصابه. وبالتالي بانه المغرب التطواني يعني يمكن هو افضل بالميدان، لانه حقق 8 ديال الانتصارات وخمس تعادلات فيما لم ينهزم في اي مواجهه. وهناك يبان بانه الفريق التطواني اقوى على مستوى يعني الميدان ديالو. كنلاحظوا التدخل ديال ايكيدو في حق يوسف الخديوي، زاويه لفاده فريق الجيش الملكي من الجهه اليسرى لمرمى الحارس عزيز الكيلاني. يعني امامنا اللاعبين الاحتياطيين ديال فريق المغرب التطواني، اكيد غننتظروا بعض التغييرات، تواجد اكيد لاعبين عندهم امكانيات كبن هنيه، خلاطي، زغنينو، كرامبوكو، تراوري، عمر الدردابي ومحمد اليوسفي. اذا زاويه لفاده فريق الجيش الملكي، عبد الرحيم شاكير، عبد الرحيم شاكير كينفذ الكره دائريه، خروج عزيز الكيلاني كياخذ الكره، غادي يلعب كره بسرعه في اتجاه وسام البركه. مشى وسام البركه امام جوج اللاعبين، يونس بالخضر، يونس بالخضر تمكن انه ياخذ الكره، ثم الابعاد خارج ارضيه الملعب. يوسف بوشتا، ميموني، نصير الميموني، تمريره خاطئه، ايكيدو، مهدي الباسل، يوسف بوشتا كيلعب الكره في وسط الميدان الان، البحث عن الحلول، تمريره خاطئه فقط عند مصطفى المراني اللي كيمرر عند مصطفى العلاوي، العلاوي امام جوج ديال اللاعبين، كيضطر انه يرجع الكره لياسين الكردي، ما كاينش هناك حلول. مصطفى المراري المراني عفوا، لاحظوا بانه مره اخرى تشتيت الكره الان، يعني كنقول بانه كل فريق الان خصوصا الجيش الملكي هناك تخوف من يعني تلقي اهداف المغرب التطواني، هناك التسرع، اكيد بانه هناك فرق كبير بين السرعه والتسرع في كره القدم، فهي اللي كتخلي اننا نتابعوا العديد من الكرات اللي كرات خاطئه. شرط الان لفائده فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي اكيد اللي غادي يلعب الان على الواجهتين المحليه والافريقيه،
كان عندي حديث مع عبد الرزاق خيري، كان تخوف من يعني الدكه ديال الاحتياط، لانه الفريق اكيد اللي غادي يلعب على الواجهتين، خصوصا بعد تراكم ديال المباريات المؤجله. فالان اصبح فريق الجمالكي مطالب انه يلعب مباراه كل ثلاثه ديال الايام، يعني 10 ديال الايام اعتقد انه غادي يلعب اربعه ديال المباريات بين البطوله الاحترافيه وكذلك كاس الاتحاد الافريقي، خصوصا بانه حتى مطالب ديال فريق الرجاء البيضاوي انهم كيطلبوا انه من البرمجه انه يتم برمجه كل المباريات المؤجله وبالتالي لتساوي الحظوظ، وهذا هو الطرح اكيد اللي كتمشي فيه الان يعني لجنه البرمجه. وبالتالي نتمنوا ان كذلك الفرق الوطنيه على المستوى الافريقي انه يكون تمثيل جيد، خصوصا للوداد الجيش الملكي والفتح الرباطي، ولو ان يمكن نقول النتيجه ديال اللي حقق الجيش الملكي كانت افضل بالعوده ديالو بتعادل مهم من تنزانيا، فيما الوداد فانهزم على مستوى نفس الكاس دور الثمن النهائي بجوج 2-0 امام موكولمانا مابوتو الموزمبيقي. النتيجة يمكن كانت غير منتظرة، ولو أن يمكن المشاكل اللي عاشها فريق الوداد خلات يمكن النتيجة تكون منطقية، ولكن التاريخ ديال الوداد كان أفضل بكثير من فريق موكولمانا مابوتو. نتمنوا أن الوداد لأنه عنده كل الإمكانيات للعودة بنتيجة النتيجة ديال هذه المباراة والتسجيل لما لا أكثر من هدفين لتحقيق التأهيل. وفي دوري أبطال إفريقيا يمكن النتيجة كانت يعني مخيب بعض الشيء للامال، فتح الرباطي اكتفى بالتعادل الايجابي امام سويسبور ايفواري، هدف ليميتي وكان تضيع ديال ضربه جزاء من مراد باتنا. نتمنى كل التوفيق للانديه الوطنيه على المستوى الافريقي. ان الكره متوقفه وهناك انذار، هناك انذار اعتقد لعبد الرحيم شاكير، اذا انذار اخر في صفوف فريق الجيش الملكي. لاحظوا مرة أخرى تدخل بالفعل ديال عبد الرحيم شاكير أمام اللاعب أنس المرابط المدافع الأيسر، واللي دفع حكم المباراة أنه شال ورقة أصفراء صفراء. إذا أول تغيير لفائدة فريق المغرب التطواني، دخول محمد متعزي وخروج يوسف بوشتا المدافع الأيمن. دخول محمد مكعزي بدل يوسف بوشتا، هنا اكيد بانه حتى انه عزيز العامري يعني يعطي ديناميكيه جديده خصوصا على المستوى وسط الميدان، لانه لاحظنا الان يعني صعود ديال المهدي الباسل بعض الشيء. محمد ابرهون نصير الميموني، تمريرة طويلة في الجهة اليسرى، ولكن تدخل ديال يونس بالخضر كان تدخل خاطئ، وبالتالي الكرة كتخرج للزاوية. لاحظوا التمريرة ديال نصير الميموني، كانت تمريرة جميلة ولكن تدخل كان خاطئ ديال يونس بالخضر، الكرة كتخرج للزاوية، الزاوية لفائدة فريق المغرب التطواني. عماد السطيري، عماد السطيري كينفذ الكرة، تدخل ديال مصطفى المراني، مهدي باسل شنو غادي يعمل، كيسداد ولكن التسديده ديالو يعني كتلمس احد اللاعبين، كتخرج مرة أخرى للزاوية، هذا المرة من الجهة اليسرى لمرمى الحارس علي القروني. فريق المغرب التطواني كيحاول أنه يندافع أكثر لمرمى الحارس علي القروني للعودة في نتيجة ديال هذه المباراة. صعود محمد عبرهون لمساندة الهجوم ديال فريق المغرب التطواني، كتمرر رأسية ولكن كانت رأسية ديال حسن بويزكار والآخر اللي صعد لمساندة الهجوم ديال فريق المغرب التطواني، ولكن رأسية ديالو مشات بعيدة على مرمى الحارس علي القروني. لاحظوا كنعرفوا يعني القامة الطويلة ديال حسن بويزكار كتساعدو على الارتقاء من خلال الضربات الرأسية. حسن بويزكار اللي يمكن ارتبط اسم ديالو كثير بفريق اولمبيك خريبكا، يعني اولمبيك خريبكا يمكن نقول بانه فريق اكيد اللي عطى عدد كبير من اللاعبين اللي ممتازين. ان تواجد حسن بويزكار
ووسام البركه اللاعبين السابقين لفريق اولمبيك روكا فازوا فريق المغرب التطواني. ضربه خطا لفائده فريق الجيش الملكي. صلاح الدين السعيدي كينفذ الكره بسرعه، ترجع الكره لعالي القروني. علي القروني كيلعب الكره طويله فقط للدفاع، ولكن خطا مصطفى العلاوي، مشى الكره مصطفى العلاوي، تدخل ديال محمد عبرون وضربه خطا بالفعل، ضربه خطا لفائده فريق الجيش الملكي. كان تدخل ديال محمد عبرون في حق مصطفى العلاوي، تابعوا الاعاده مره اخرى. محمد عبرون اللي مشى الرجل ديال مصطفى العلاوي، بالتالي ضربه خطا لفائده فريق الجيش الملكي اللي يمكن يعني تكون ضربات ثابته، حل من الحلول لفريق الجيش الملكي. نذكر بانه كيلعب فقط 10 ديال اللاعبين بعد طرد يوسف انور. وراء الكره عبد الرحيم شاكير، الحكم ديال المباراه كيطلب من اللاعبين اللي كيشكلوا حائط الصد انهم يعطيو الامطار القانونيه. عبد الرحيم شاكير كينفذ، عبد الرحيم شاكير، خروج عزيز الكناني في المكان المناسب، فيما مصطفى المراني فكان امام عزيز الكناني اللي خلى الحكم انه يعلن على ضربه خطا، وكذلك سقوط صلاح الدين السعيدي. صلاح الدين السعيدي، لاحظوا مره اخرى عبد الرحيم الشاكير كيمرر يعني داخل مربع العمليات، وخروج الحارس عزيز الكناني. مهدي الباسل، مهدي الباسل، نصير الميموني، حسن بويزكار، حسن بويزكار كيلعب الكره طويله، تدخل ديال يونس حمال، تمشي عند القديوي. القديوي الحكم كيعلن ضربه خطا، ضربه خطا ليوسف القديوي. لاحظوا مره اخرى يوسف القديوي، اعتقد ما كانش هناك خطا بتاتا، لاحظوا يوسف القديوي فقط يعني الكره هي التي عرقلت يوسف القديوي وليس اللاعب على ايد. كتخرج الكره الان شرط فائده فريق المغرب التطواني. مهدي الباسل كيلعب الكره عند عبرهون، عماد او لاعب محمد مكعزي، لاعب يدخل منذ قليل، اكيد واحد من الزملاء التقنيين حاضرين لمتابعه هذا اللقاء. وبالمناسبه يعني شكر خاص لكل الزملاء التقنيين اللي من خلال يعني البطوله الاحترافيه للنسخه الثانيه فهناك مجهودات مبذوله يعني لايصال الصوره والتعليق لكل المشاهدين الكرام، اكيد من خلال يعني النسخ القادمه المجهودات ستتضاعف، وكل هذا خدمة للمشاهد الكريم. غادي يكون هناك تغيير ثاني في صفوف فريق المغرب التطواني، خروج فلاديمير ايكيدو ودخول كراموكو تراوري. إذا خروج الغيني فلاديمير ايكيدو، دخول الايفواري تراوري، كراموكو تراوري. يمكن ما تابعناهش كثير على المستوى يعني المسانده الهجوميه، ولكن لاعب اللي قدم عطاءات كبيره على مستوى التغطيه الدفاعيه، لاعب اللي عنده امكانيات مهمه. ضربه خطا، ابرون، مهدي الباسل، ترجع مرة أخرى الكرة لمهدي الباسل، كرة ما خرجت. هذه محاولة لفائدة فريق المغرب التطواني، عماد الطريكي مرر عند نصير الميموني، وسام البركة، نصير الميموني كيمرر، هذه محاولة، خروج علي القروني، والحكم يعلن على ضربة جزاء، الحكم يعلن على ضربة جزاء لفائدة فريق المغرب التطواني. لاحظوا احتجاجات كبيرة على حكم المباراة يوسف راوي، يعني كانت محاولة خروج علي القروني، أكيد غادي تتابعوا اللقطة. احتجاج
احتجاجات كبيرة من لاعبين ديال فريق الجيش الملكي. يوسف هراوي حكم الذي لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء. أعتقد غادي يكون هناك إنذار، غادي يكون هناك إنذار لصلاح الدين السعيدي، إنذار لصلاح الدين السعيدي. يعني أكيد بأنه اللاعبين خصهم يتفاداو خصوصا الإنذارات اللي كتكون مجانية من حيث الاحتجاج. كنلاحظوا كانت رأسية لاعب اللي دخل منذ قليل محمد مكعزي هو اللي مشى الكرة. لاحظوا يعني كان لمس، اعتقد كان هناك لمس ديال الحارس علي الكروني، يعني كان تأخر ديال علي الكروني لبعض الشيء هو اللي خلى محمد الكعزي انه يمشي الكرة، وكان هناك لمس على اين. الحكم اعلن على ضربة جزاء لفائدة فريق المغرب التطواني. قلت بانه خروج ديال يوسف انور، طرد ديال يوسف انور سيكون مكلف، لانه فريق الجيش الملكي انه يلعب عشرة ديال اللاعبين امام فريق المغرب التطواني اللي اكيد عندهم الامكانيات اللي انه يحرج اكيد فريق الجيش الملكي، خصوصا الامكانيات التقنيه. علي الدرون الان كيتلقى العلاجات الضروريه امام عبد الرزاق خيري. اكيد بانه هناك حسره على هاد ضربة جزاء، يعني مازال هناك حديث بين اللاعبين والحكم ديال المباراة. علي القروني كيتلقى الإسعافات، الكل كينتظر، يعني جمهور، لاحظوا الجمهور والآخر، يعني جماهير المغرب التطواني منتشية بهاد ضربة جزاء، فيما جماهير الجيش الملكي يعني أكيد بأنه تعتبر ضربة جزاء قاسية على فريق الجيش الملكي الذي يبحث عن انتصار في هذا اللقاء. لقاء مهم للفريقين، خصوصا فريق الجيش الملكي الذي يصارع من اجل اللقب، وهو في حاجه ماسه لتسجيل نتيجه ايجابيه. كما ذكرت بانه الفريق لم يحقق انتصار منذ الدوره 19، وكان في الديربي يعني بين فريق الفتح الرباطي وفريق الجيش الملكي. إذن علي القروني الآن في المرمى في انتظار يعني من سيسدد ضربة جزاء على بعد 20 دقيقة من نهاية المباراة. بلال المقري، إذن بلال المقري في مواجهة علي القروني. بلال المقري هو اللي خدا مسؤولية تسديد ضربة جزاء. بلال المقري امام علي القروني، والحكم مازال في حديث مع اللاعبين حتى انهم يعني خرجوا من مربع العمليات، وبالتالي اعطاء يعني تنفيذ هذه ضربه جزاء. اذا بلال المقري كنقول بانه من اصعب ضربات الجزاء اللي يمكن فريق الجيش الملكي، يعني الان كيتابعها لانه الفريق كما قلت العين ديالو والعيون ديالو على نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء. على إين هل يمكن بلال المقري أنه يترجم ضربة جزاء لهدف؟ بلال المقري ودخول علي القروني. بلال المقري يسدد، وعلي القروني بطريقة ويعني طريقة ديال الحراس الكبار. علي القروني قلت بأنه عنده من الإمكانيات التقنية يعني أنه تخليه، يعني لاحظوا اعتقد يعني لا داعي لمثل هذه التصرفات. فريق الجيش الملكي وعلي القروني يعني تصدى لضرب الجزاء، فغادي يكون هناك يعني اوراق صفراء اخرى اللي يمكن تكون مجانيه. لاحظوا يعني اكيد مصطفى البراني في حديث مع حكم المباراه، ما عرفش بالضبط الحكم اللي تلقى ورقه صفراء. مره اخرى علي القروني مصاب. نقول بانه الان كل واقف على اعصابه لمتابعه هذه الدقائق. مره اخرى علي القروني غادي يتلقى الاسعافات الضروريه، وهناك مناوشات. لاحظوا يوسف القديوي، اعتقد انه يمكن تشاهدوا بعض الاشياء اللي نتمنوا اننا ما نتابعوهاش، لانه الحكم اعلن على ضربه جزاء، نفذت ضربه جزاء، تصدى لها
بطريقه احترافيه عاليه الكروي، فاعتقد لا داعيه اللي يمكن نقول الاحتجاج او رده الفعل اللي كان ديال اللاعبين امام حكم المباراه، لانه يعني الحكم كل الحكام هناك مراقبين اللي كيتابعوهم، كيتابعوا المردوديه ديالهم في كل لقاء، وبالتالي اعتقد اشياء هامشيه ما يمكن الا اولا تؤجج يعني الجماهير الحاضره، وبالتالي كتخلي حتى اللاعبين انهم يخرجوا على السيطره خصوصا على مستوى رقعه الملعب، وهذا هو اللي مخلي الان عبد الرزاق الخيري في حديث، لاحظوا عبد الرزاق الخيري في حديث مع يوسف قديوي، عبد الرزاق الخيري مع يوسف قديوي لتهدئه اعصاب يوسف قديوي، اكيد من اللاعبين اللي عندهم تجربه كبيره، ونتمنوا ان هذه التجربه يعني توظف لصالح المجموعه ولصالح خصوصا الشبان اللي كيكونوا سواء في الفريق ديال الجيش او في عند الفريق الخصم، وحتى كذلك اللاعبين اللي كيتابعوا اللقاء. على اي غرض في المباراه ضربه زاويه لفائده فريق المغرب التطواني، كتفادى هذه المحاوله تراوري وتدخل ديال الدفاع دائما لفائده فريق المغرب التطواني، الحكم ما كيقولش هناك خطا. يوسف قديوي في الجهه اليسرى، انا غادي نثبت اكيد بعد اللقاء لانه الفريق المغرب التطواني غادي يبحث على تسجيل الهدف، والجيش الملكي اللي تسجيل هدف ثاني. هذه محاوله تراوري كيمرر في الجهه اليسرى، عماد اسطيري كترجع الكره، نصير الميموني، حسام البركه تضيع منه الكره، تدخل ديال الدفاع حسن بوزكر، محمد ابرهود، مهدي الباسل، مهدي الباسل يعني لاعب سابق لفريق الجيش الملكي اللي تعلق مع فريق الجيش الملكي، اكيد انه يلعب اليوم امام اصدقاء الامس، كذلك حمل الوان فريق المغرب الفاسي، ومنه انتقل لفريق المغرب التطواني. المرتده الهجوميه غتكون خطيره بالاعتماد على السرعه ديال يوسف قديوي، يوسف قديوي كينتظر المسانده، محمد امين البقالي، تمريره خاطئه عند تراوري، كرامو تراوري، الحكم كيعلن على ضربه خطا لفائده فريق المغرب التطواني، كتنفذ بسرعه مهدي الباسل، الحكم كيطلب إعادة الكرة من المكان ديالها، مهدي الباسل، مهدي الباسل كيمرر عند اللاعب عماد سطيري، عماد سطيري، وسام البركة، عماد سطيري تدخل ديال الدفاع مرة أخرى، كترجع عند نصير الميموني، فريق المغرب التطواني الآن في بناء هجومي، هذه محاولة تراوري مشى للجهة اليمنى، شغل يعمل تراوري كيمرر وتدخل علي البروني، تدخل علي البروني في المكان المناسب، يعني لو تمكن فريق الجيش الملكي انه يحصل على ثلاثه ديال اللقاء، اعتقد انه علي البروني عنده يعني نسبه مئويه هامه في هذه المباراه، لانه تصدي لضربه الجزاء اعتقد الا كانت نقطه تحول ديال خروج يوسف انور، فالنقطه كذلك التي تحسب لفريق الجيش الملكي ولعلي البروني هو تصدي لضربه الجزاء. سقوط ديال عماد سطيري، أمامنا عماد سطيري، لاحظوا الكرة اللي استقبلت بالوجه ديال عماد سطيري، الكرة اللي فادت فريق الجيش الملكي، خطا مصطفى العلاوي، مهدي الباسل، محمد ابرهون، ابرهون كيلعب كره طويله البحث عن وسام البركه، عماد سطيري ياخذ الكره، تدخل ديال يوسف القدوي، ما كانش هناك خطا، ان ضربه خطا لفائده فريق الجيش الملكي، كان تدخل ديال اللاعب اعتقد مكعزي، بأنها مباراة قوية، مباراة مهمة بين الفريقين،
الفريق كيف بانه كيعتبرها منعرج هام خصوصا على مستوى الاهداف ديال كل فريق الجيش الملكي اللي اقترب اكثر من الصداره والمغرب التطواني. اكيد الاحتلال مرتبه تؤهله لاستحقاقات القاريه اكيد في نهايه هذا الموسم. غادي نتابعوا الان الزاويه محمد امين البقالي ولا غينفذ الزاويه في الجهه اليمنى من مرمى الحارس عزيز الكيناني. كتنفذ خروج عزيز الكيناني طبعا العلاوي شنو غادي يعمل ولكن تدخل ديال الدفاع اللي كيبعاد الكره. الكره الان عند كراموكو تراوري. الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا. يونس بالخضر رجع فقط لمهدي بن سعد قبل انه غادي يخرج الكره حتى تعطى الاسعافات الاوليه لوسام البركه. الجيش الملكي تواصل المساندة اكيد بانها تدرك جيدا قيمة النقاط الثلاث خلال هذا المباراة. اكيد في انتظار اصطدام القوي المرتقب يوم الاحد المقبل في الديربي الرابع عشر بين بعد المئة بين الوداد البيضاوي وفريق الرجاء البيضاوي. نتمنى هذا الديربي انه يعطينا صور حضاريه لانه الديربي بين الوداد والرجاء كنقول بانه هو الصوره ديال كره القدم الوطنيه واللي كيتم تسويقها يعني على المستوى الدولي. نتمنى بان المباراه تمر بروح رياضيه وكذلك بحضور جماهيري. القران عند مهدي البازل نصير الميموني شنو غادي يعمل نصير الميموني وسام البركه. تمريرات تقصير الان باللاعبين ديال فريق المغرب التطواني. مهدي البازل غادي مرار تمريره هذه محاوله يعني يمكن نقول بانه كراموكو تراوري يعني ضربات في الكره اكثر ما بحث هو على تسديد الكره وبالتالي كانت محاوله خطيره لفائده فريق المغرب التطواني. مره اخرى سقوط علي البروني وحكم المباراه يعني كيطلب من الجهاز الطبي انه يدخل لاعطاء لنلاحظوا مره اخرى يعني اللقطه اللي اعطت ضربه جزاء بعد تدخل ديال علي البروني. علي البروني اللي يتمكن من صد الكره يعني بطريقه يمكن نقول بانه ديال الحراس الكبار يعني اعتقد بانه بلال المقري يعني اعتمد على القوه في التسديد اكثر من الدقه. كذلك القراءه ديال علي البروني كانت قراءه صحيحه وبالتالي يعني علي البروني كيخلي فريق الجيش الملكي دائما متقدم بهدف للا شيء. هدف يوسف انور اعتقد انه يوسف انور فعل كل شيء يعني سجل خرج من المباراه يعني اكيد انه لاعب يعني بامكانيات خاصه لاعب اللي استخدمه فريق الجيش الملكي من فريق الوداد الفاسي. يوسف قديوي كضيع منه الكره. الكره الان عند لاعب عماد السطيري دوره كضيع منه اصبح مرتد هجومي مصطفى العلاوي ولكن مصطفى العلاوي يعني الكره بعيده عليه وبالتالي ترجع لفائده فريق المغرب التطواني. مهدي الباسل مهدي الباسل الان كل محاولات ديال فريق المغرب التطواني يعني البناء ديالها كيجي من الجهه اليمنى بواسطه مهدي الباسل. نصير الميموني كيرجع الكره عند محمد ابرهون. فريق المغرب التطواني الان كيبحث على الممرات فيما فريق الجيش الملكي يبحث عن المرتدات المرتدات الهجوميه السريعه واللي بامكانها انها توصل فريق العسكري لمرمى الحارس عزيز الكيناني.
سقوط ديال مصطفى البراني. كل روح رياضية تنفذ ضربة خطأ، كتنفذ طويلة الباحث على رأس مصطفى العلاوي اللي كيوضع الكرة أمام محمد أمين البقالي، تغطية من محمد أبرون، عزيز الكيلاني، مهدي الباسل، كتضيع منه الكرة. أصبح شرط لفائدة فريق الجيش الملكي ياسين الكردي. كنقتربوا من خمس دقائق الأخيرة من المباراة. محمد أمين البقالي في صراع، وبذكاء كبير محمد أمين البقالي كيستطع أنه يضرب الكرة في محمد أبرهون، وبالتالي أمام عدسات المصورين أنه كيحصل على ضربة زاوية. إذن زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي. أكيد متابعة كبيرة لهذا المباراة على مستوى التغطية الإعلامية، يعني القيمة ديال هذه المواجهة، تأثير على مستوى السلم ديال الترتيب، على مستوى المقدمة. شرط لفائدة فريق الجيش الملكي. يوسف قديوي صلاح الدين السعيدي، كيضطر انه يرجع الكرة لعلي القروني. علي القروني كيلعب الكرة طويلة بويزكار مصطفى العلاوي، خدع الكرة والحكم كيعلن ضربة خطأ. تقريبا كان بإمكان الحكم انه يخلي الامتياز على اي ان هناك ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. لاحظوا مصطفى العلاوي مشى بالرأس ديالو، كان هناك يعني رفع الرجل، وبالتالي الحكم يعلن عن ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. أكيد هي فرصة للاعبين ديال فريق الجيش الملكي لربح بعض التواني، فيما عزيز الكيلاني كيطلب من اللاعبين أنهم ياخذوا الأماكن ديالهم، خصوصا بالنسبة للاعبين اللي كيشكلوا حائط الصد. الحكم كيطلب أنه تعطى الأمتار القانونية. يوسف قديوي هو اللي كيمر، يوسف قديوي البحث على مصطفى العلاوي. أصبح الآن مرتد هجومي تراوري، خرج كرة للشرق. شرط لفائدة فريق الجيش الملكي. يكون تغيير في صفوف فريق الجيش الملكي، دخول لاعب اليوسفي، دخول مصطفى اليوسفي، وخروج العميد يوسف القديوي. إذن دخول مصطفى اليوسفي وخروج يوسف القديوي. الآن مصطفى البراني هو اللي خدا العمادة. يوسف القديوي أكيد أنه لاعب، يعني لاعب كبير. خاصة يوسف القديوي. ميمون النصر أو نصير الميموني، صراع كبير على مستوى وسط الميدان. تدخل ديال صلاح الدين السعيدي والكرة كتخرج الشرط لفائدة فريق المغرب التطواني. لاعبي ديال فريق الجيش الملكي الآن كيحاولوا أنهم انهم يخليوش المساحات امام اللاعبين ديال فريق المغرب التطواني، خصوصا في هذه الدقائق الاخيره. حسن بويزكار، اعتقد انه يلعب كره طويله، بالفعل كيلعب كره طويله في اتجاه لاعب كراموكو تراوري، كيوضع الكره عماد السطيري. كيمرر تمريره، خروج علي القروني، وتدخل جيد امام وسام البركه. تدخل امام وسام البركه. علي القروني كينفذ الكره، تجاوزات نصف الملعب، مش عند مهدي الباسل. نصير الميموني، محمد مكعزي كيرجع الكره مره اخرى. لاحظوا يعني الان اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي كيحاولوا انهم
قموا بالدفاع المتقدم، وبالتالي حتى انهم خلوا فريق المغرب التطواني يرتكب اخطاء على مستوى التمرير. نصير الميموني يلعب الكره عند محمد مكعزي، لاعب اللي تمكن من خلال الدخول ديالو انه يحصل على ضربه جزاء. مهدي الباسل، مهدي الباسل كضيع منه الكره، مهدي الباسل كضيع من الكره، كيصبح الشرط لفائده فريق الجيش الملكي. ياسين الكردي غينفذ الشرط اتجاه مصطفى العلاوي، اقرب لمحمد عبرون. محمد مكعزي يلعب الكره، نصير الميموني، محمد عبرون، مهدي الباسل. كل هذه كرات قصيره بين اللاعبين، يعني صراحه الطريقه اللي لعب بها فريق الجيش الملكي يعني اكيد انه ان خلق متاعب لفريق المغرب التطواني. هذه التمريرات الدخول ديال يونس حمال، اكيد انه التغيير القادم هو اللاعب هشام الفاتحي. مهدي الباسل كيضطر انه يرجع الكره لمحمد ابراهون. حنا كنعيشوا الثواني الاخيره من الوقت الاصلي للمباراه. وسام البركه، وسام بركه، هذه محاوله فائده فريق المغرب التطواني. تراوري شنو غادي يعمل؟ هو تدخل ديال يونس بالخضر اللي تمكن انه يبعد الكره. اربعه ديال الدقائق وقت بدل ضائع. التمريره الان طويله في اتجاه محمد امين البقالي. محمد امين البقالي كيتمكن انه يحافظ على الكره. امين البقالي كيخلي الكره لياسين الكردي. البقالي، ياسين الكردي، محمد امين البقالي، مره اخرى ياسين الكردي. تمريره اعتقد هناك تسلل بالفعل، تسلل على اللاعب محمد امين البقالي. في هذه الاثناء هناك تغيير، اكيد تغيير لربح بعض الوقت خلال هذه المباراه. دخول هشام الفاتحي وخروج مصطفى العلاوي. اذا خروج الفاتحي ودخول مصطفى العلاوي. صحيح ان مصطفى العلاوي يعني ما اتاحوش ليه بعض الفرص السانحه للتسجيل، ولكن اللاعب الذي يتحرك والذي يعني يتعب الدفاع. اذا خروج مصطفى العلاوي ودخول هشام الفاتحي على بعد يعني اقل من ثلاثه ديال الدقائق على نهايه المباراه. دائما تقدم فريق الجيش الملكي بهدف ليلى شيء، هدف يوسف انور اللي جا في حدود الدقه 15 من بدايه المباراه. مهدي الباسل، هذا بناء هجومي. مهدي الباسل صعوبه على مستوى اختراق وسط ميدان وكذلك الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. تمريره طويله راسيه، صعود حسن بويزقر، ترجع مره اخرى لفائده فريق المغرب التطواني. كضيع الكره هشام الفاتحي، طلب الكره واول لمسه لهشام الفاتحي. هذه محاوله لفائده فريق الجيش الملكي. تمريره عند محمد امين البقالي، محمد امين البقالي كضيع منه الكره، كتمشي يعني لاحظوا يعني يمكن نقول بانه ذكاء ديال محمد امين البقالي، لانه بغى يخرج الكره للشرط على اي الكره تنفذات من ضربه مرمى. انس المرابط، نصير الميموني، عماد ستيريك، مهدي الباسل، ومرة أخرى كتضيع الكرة من مهدي الباسل. بالتالي كيصبح الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي، أعتقد في الطريق ديالو لتحقيق ثلاث نقاط غالية. يعني أكيد في انتظار المباراتين المؤجلتين. نذكر بأنه فريق الجيش الملكي يعني عنده مباراة مؤجلة غادي يجريها يوم الثلاثاء المقبل
بداية الساعة الخامسة والنصف أمام فريق الوداد الفاسي هنا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وكذلك غتكون هناك مباراة أخرى أمام حسنية أكادير مؤجلة عن الدورة 25. المباراة اللي غتجرى بملعب الإنبعاث بأكادير. يعني باقي المباريات كلها غتكون مباريات قوية أمام النادي الكنسي الدورة 27. كذلك غادي يرحل لمواجهة أولمبيك فريمكا عند الدورة 28. جيش الملكي في الدورة 29 غادي يواجه فريق المغرب الفاسي قبل أن يرحل لمدينة الدار البيضاء لمواجهة فريق الوداد البيضاوي. نتابعوا آخر أعتقد آخر المحاولات لفائدة فريق الجيش الملكي لكي يحصل على شرط. كنعيشوا الثواني الأخيرة. عبد الرحيم شاكر كيخلي الكرة ليونس بن الخضر. أعتقد أنه مباشرة بعد تنفيذ هذا الشرط غادي يكون هناك إعلان على نهاية المباراة. كتنفذ رأسية هشام فاتحي والحكم ديال المباراة يوسف راوي ينهي هذا اللقاء بفوز مستحق لفريق الجيش الملكي على فريق المغرب التطواني بهدف للاشير هدف يوسف انور اللي خلال الجوله الثانيه اللي تلقى انذار ثاني وبالتالي الطرد من المباراه. الجيش الملكي اللي اذكر بانه يعني اكمل المباراه ب 10 ديال اللاعبين وفريق المغرب التطواني يعني ضيع ضربه جزاء بواسطه اللاعب بلال المغرب. هذا الانتصار الجيش الملكي كرفع راسه ديالو ل 50 نقطة على بعد 5 ديال النقاط من فريق الرجاء البيضاوي فيما فريق المغرب التطواني كيبقى في الرتبة الرابعة ب 40 نقطة إلى جانب فريق المغرب الفاسي. شكرا لكل الزملاء التقنيين اللي رافقونا في هذا النقل المباشر الوحدة الرابعة بقيادة عمر الزويتم المخرج هذه المباراة سمير الرجداني. هذا هشام فراج يحييكم ألقاكم في مناسبة قادمة بحول الله.